السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الصباحي، الساعة 8:45 دقيقة عندنا في مدينة موريال. وعدد الرسائل والاتصالات في التليفون والواتساب فاق 24 اتصال. السبب هو المنشور اللي درت هذه يومين، نشرت واحد الموقع ديال الاستعدادات بالنسبة للسائقين اللي بغي يدوز البيرمي، كيمكن يدخل يتمرن على الموقع اللي مخصصه وزارة النقل بمحافظة كيبيك باش الناس يوجدوا راسهم. بزاف ديال الناس اللي معرفوش شنو غادي يديروا مع هذا الموقع، اش غادي يفعلوا، اش غادي يتركوا، كيتصل تيقول لك خويا العدراوي اشرح لينا اش غندير. انا الان دابا خدام، انا عندي واحد الكليان غادي يشارجي لي 11 باليت، شويه غيسالي غادي يجي يقول لك راني ساليت خاصني نتحرك. دونك امبوسيبل انني نبقى كنجاوب على الاسئله وكنشرح انت سير لهنايا، برك هنا، دير هنا، فعل هنا. اللي وجد صعوبه في فهم شيء اكيد واحد من الجيران من الصحاب من هذا وريه غير البوست، قول له السيد ها شنو نشر في البوست، شرح ليا غيشرح ليك وغيوريك شنو غادي دير. هذوك الكلمات اللي كتبت غادي ديرهم في جوجل، درت تيست بيرمي كوندوير كيبيك، غادي يخرجوا لك المواقع اللي كيتكلموا على الاستعدادات لرخصة السياقة، غادي يخرجوا لك مواقع اللي كيتكلموا على كيفاش غادي تاخذ رخصة السياقة. ادخلوا تقراوهم، هذا هو المطلوب، ما تحفظش عندك. 212 لما من المغرب ايضا، دابا غادي نجاوبو غيقول لك خويا العدراوي الله يحفظك داك البوست اللي كتبتي شنو درتي شنو فعلتي. واحد قال لك نصاب، يلا مع 8:45 دقيقة تسفال بعد بدا النهار ديالك بدا نصابية. إذا الإخوان هذوك المعلومات هي غير اللي كيشوف راسه بأنه عنده حظوظ أنه غادي يجي يخدم شي نهار في محافظة كيبيك، قال اسمع عندك ما يدار، جبد هذيك المواقع بدا كتقرا فيها، كتشوف شنو كيتقال، شنو كيتكتب، شنو هي البلايك ديالنا. البلايك اللي كاينين في امريكا الشماليه مختلفين على البلايك اللي كاينين في اوروبا. الكود داروت فيه بزاف ديال اوجه التشابه، ولكن كاين حوايج كثيره اللي ماشي بحال. اذا غادي توجد راسك، لانه النهار اللي غادي تجي لكندا خاصك تعاود دوز البيرمي ديال الطوموبيل، وخاصك تعاود دوز البيرمي ديال الكاميه. باش تدوز البيرمي ديال الطوموبيل خاصك تدوز ليكزامان تيوريك في لورديناتور، وخاصك تخرج دوز امتحان ديال السياقه. باش دوز البيرمي ديال الكاميو خاصك دوز الامتحان تيوريك، في الوقت ديالنا كان في الوراق، ما عرفتش دابا واش ردوه في الكمبيوتر ولا لا. الا نجحتي كدوز الامتحان ديال السياقه، والامتحان السياقه فيه جوج ديال الاجزاء، فيه لا فيريفيكاسيون ميكانيك، كدير المراقبه الميكانيكيه امام ليفالياتور وخاصك تنجح فيها، ومن بعد كتمشي كتسوق في الطريق. الا سقطتي في وحده فيهم كتعاود غير هذيك اللي سقطتي فيها، مثلا لا فيريفيكاسيون ميكانيك ما درتيهاش مزيانه ولكن السوغان ديالك مزيان، او درتي لا فيريفيكاسيون ديالك ميكانيك مزيان السوغان كان عندك عيان، كيخص ضروري ما غادي تولي تعاود الامتحان. اذا اللي عطى الله هو هذا، يعني انسان جالس عنده وقت، عنده الانترنت، وكيشوف بانه يمكن واحد النهار غادي يكون في كندا وغادي يجي، عوض ما حتى تجي لكندا وعاد كيولي عليك واحد الضغط ديال انك خصك توجد، خصك تقرا، خصك دير، وكتبقى تقول ليتني كنت كنعرف هذا الشيء وكان راني في المغرب دوزت هذا الشيء هذا وقريته وجدته. اذا ديروا شويه ديال الاعداد والاستعداد، الحاجه كاع اللي حيدتيها عليك راه نقصات. سي هشام بالمهدر البارح تكلمنا واقترحت عليه انه نهايه كل اسبوع يبقى يطلع في الصفحه ديال العدراوي لايف ويتكلم لكم على السياقه المهنيه في امريكا الشماليه شنو هي، فين ممنوع الدوبلاج. ايوا ها هو طرح عليكم سؤال. دونك في المغرب الجواب راكم عارفينه، في العقبه والفيراج وما هلم جرى. هنا في كندا كاين امور اخرى، اذا خاصك تجاوب بالطريقه ديال محافظه كيبيك. كي غدير تجاوب الطريقه الصحيحه خاصك تمرن.
بغيتي تحيد، بغيتي تقرا الدروس حيد كلمة تيست، لأن أنا كتبت أنا تيست هي امتحان أو اختبار، حيد تيست ودير غير بيرمي دو كوندوير بروفانس دو كيبيك، غير خرجوا لك الدروس بدا تقرا وتثقف راسك وتوجد راسك. هذا ما كان الاخوان اللي كيعيطوا عليا، راني كنوقف المكالمات و الا بقيتي تتصيفط تتصيفط تتصيفط، انا التليفون انا كنخدم به ما يمكنليش نسكتو، التليفون خدام حتى تنبغي الناس 9 الليل 10 الليل كنطفيه، ولكن وسط النهار التليفون خصني نخدم به. اذا لا عيطتي عليا 2 المرات 3 المرات متابعين راه كنبلوكيك، ماشي كنبلوكيك لانني محارب انا وياك، ولكن لانني خدام. ملي كنكون عند كليان خصني نسني الوراق ولا خصني نعطيه اوراق يسنيهم ولا كنهضر مع الناس وانت كتعيط وتعاود وتعاود وتعاود، الحل الوحيد اللي كاين هو راه البلوكاج. اذا حتى شي واحد ما يتقلق علينا، ملي غادي توجد المعلومات المهمه راه غنخبروكم بها، ما نخبعوا عليكم حتى شي حاجه. الماكينه راه كدور يوميا، راه حنا كنتكلموا في الموضوع، خدامين على قدم وساق، وان شاء الله قريبا غادي يكون شي حل، ومن تكون شي حاجه جديده غادي نخبروكم بها. دونك كما قلت لكم، يمكن السي هشام يعني وافق على الفكره، نهايه كل اسبوع غادي يبقى يتلاقى معكم باش يتكلم على السياق، شنو اللي مبدل ما بين المغرب وكندا، ما بين المغرب اوروبا وكندا والولايات المتحده، شنو هي التحديات اللي لقى في الاول، وانسي دي سويت، باش الانسان ملي يجي على الاقل يكون واجد. واش البكالوريا ضروريه ولا ماشي ضروريه؟ باقي ما وصلناش لهذا الشيء. هذا كاين محافظات اللي كيطلبوا فقط القسم التاسع ديال الاعدادي، ولكن يكون عندك ديبلوم، تكون قريتي السياقه المهنيه، دونك خاصك وحده بجوج، اما يكون عندك الباك زائد تجربه، او اللي عندك القسم التاسع زائد الدبلوم ديال التكوين المهني. محافظة كيبيك باقي ما وصلنا حتى لشي حاجة، باقي ما عرفناش اشنو هما لي زيكزيجونس اللي غادي يطلبوا باش يسمحوا للمئات ديال السائقين مثلا انهم يجيو لمحافظة كيبيك. اذا كل ما كان شي جديد غادي نخبركم به. الله يجازيكم بخير. الميساجات راه ما تردش عليهم، المكالمات كنقطعهم، لانه فقط يستحيل التعامل مع عدد كبير ديال سميتو اثناء العمل. دابا انا خدام، لو انني جالس ما عندي ما غادي يدار، ما كان حتى شي مشكل. جود مورنينغ. اذا هذا ما كانش كاين شي خدمه في الفروسيه موجوده في دار السلام. يلا سيدنا تبارك الله عليكم، كان غير توضيح ولا بد منه، لان واحد دابا عيط عليا شي 5 المرات، المره الاولى الثانيه تنحشم، تنعرف بان الانسان عنده سؤال، ولكن سؤال ديال خويا عدراوي، واش ندخل للسيت الاول ولا ندخل للسيت الثاني؟ دخل ليهم بجوج، كاع داكشي اللي قريتي راه ما غتندمش عليه، اي حاجه زدتيها في الراس ديالك كلها ما غتندمش عليها. يلا سيدنا تبارك الله عليكم، ويومكم سعيد، الى اللقاء.